السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من حلقات احترام الآخر. والنهاردة بتكلم عن الإرادة. يا ترى إيه هي الإرادة؟ ويا ترى إيه في فرق بينها وبين الأداء؟ ويا ترى أعمل إيه عشان أوصل بالإرادة للنجاح والتفوق والامتياز؟ ودي مبادرتنا في حب مصر، إن إحنا نوصل بالقيم والسلوكيات والأخلاقيات للنجاح والتفوق والامتياز. ومبادرة في حب مصر كلنا نعملها، وتساعدوني توعدوني نيجي تعملوها كلنا نعملها، وإن شاء الله توصل مصر للنجاح والتفوق والامتياز طول الوقت. واحنا فعلا بادئين اهوت نحط رجلينا على عصر الازدهار والتقدم، وان شاء الله في مزيد من التقدم يا رب ان شاء الله مصر. طيب، واحد، إرادة يعني ايه؟ يعني عزيمة، يعني قوة، يعني انا رايد اعمل حاجة معينة، يعني انا راغب اعملها، عايز اعمل حاجة معينة، عايز احقق هدف معين، دراسة، عمل، اي حاجة. الاداء هو العمل نفسه، الإرادة هي نيتي ورغبتي، أما الأداء هو العمل نفسه. بدأت أعمل إيه عشان أحقق أهدافي دي؟ حطيت النقط تحت بعضها وبدأت أقول إيه أولوياتي، أعمل إيه الأول وإيه أعمل بعد كده، وحطيت البدائل وأبدأ في الآخر هوصل للهدف اللي أنا عاوزه. إن شاء الله نقدر، إن شاء الله نقدر. يبقى في فرق بين الإرادة، التوكل والتواكل. التوكل إن أنا أعمل اللي عليا وأستنى من ربنا النتيجة، والتواكل إن أنا أقعد ما أعملش حاجة. لا، إحنا عايزين توكل مش تواكل. طيب، خدوا بالكم، حطيت في دماغي إن أنا أخس في وقت كورونا بقى والدنيا واقفة، أخس 30 كيلو. قدرت؟ أه قدرنا، نقدر؟ نقدر. أكل صحي، نوم صحي، صحيان بدري، نوم بدري، نصحى بدري وننام بدري، ونشرب مية كتير، وناكل هيلثي فود والأكل الصحي، وناكل الخضروات والفاكهة، ونبعد عن النشويات، ونلعب رياضة مهمة جدا، الرياضة وقراية واستغلال وقت الفراغ. وقدرت؟ قدرت، الحمد لله حققت. خدوا بالكم، قوتنا في 73 كانت إرادة، قوتنا في 36 كانت إرادة. نقدر نشتغل على نفسنا، نقدر. ابعد عن الاكتئاب، الاكتئاب ضعف، الاكتئاب عدم إيمان، الاكتئاب بعيد بعد عن ربنا، واللي ما عندهش إيمان بييأس بسرعة. عايزين مبادرة في حب مصر نوصل للقيم، بالقيم والسلوكيات والأخلاقيات للنجاح والتفوق والامتياز. قيم وسلوكيات وأخلاقيات ريهام حمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا هنعيشها صح، ومعانا النهارده استاذه ريهام رشاد، استاذه التنميه البشريه. اهلا بيكي يا استاذه ريهام. اهلا بيكي يا استاذه. اهلا، نورتي الدنيا كلها ونورتي قناه الصحه والجمال. يا رب يخليك. في البدايه يا استاذه ريهام، عرفي المشاهدين بنفسك. ريهام رشاد، حصل دبلوم احترافي لقيادات المرأة العربية دوليا وإفريقيا بالتعاون مع الاتحاد الأفرو آسيوي، القانون الدولي وتسوية المنازعات، وطبعا صاحبة مبادرة قيم وسلوكيات وأخلاقيات في حب مصر. دي مبادرة في حب مصر. مبادرة في حب مصر. طيب، ممكن نعرف إيه أهدافها؟ طيب، هي الهدف بتاعها الوصول بالوعي القومي لحد من القيم والسلوكيات والأخلاقيات لحد التنمية، وممكن تبقى التنمية المستدامة كمان. يعني انت عارفة ان التنمية المستدامة بيبقى الهدف بتاعها ان هي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بالقدرة على ان الشباب يقدروا يعملوا احتياجاتهم في المستقبل. يعني ما تمسش باحتياجات الشباب في المستقبل، دي التنمية المستدامة الأهداف بتاعتها. فانت بتوصلي من القيم والسلوك والأخلاق، بالقيم والسلوك والأخلاق في حب مصر، لحد التنمية، مش بالوعي بس، لا، التنمية، وتوصلي للتنمية المستدامة إن شاء الله. طيب، إيه أهدافها تاني؟ أعملها في أهداف تاني؟ آه طبعا، إحنا طبعا لما بنتكلم دي عايزة تضافر جهود، دي عايزة كل مرة كنت بتكلم عن قيمة من القيم، ونبدأ إن إحنا ننشر القيمة دي. مرة أتكلم عن حكمة، مرة أتكلم عن نزاهة، منتج ومش مستهلك. إحنا طبعا أنت عارفة إن الدولة بتعمل حاجات كتير جدا، طبعا كلها حاجات كويسة جدا وهادفة. عايزين وهادفة. الشباب بقى الوعي بتاعه يبقى فيه وعي، بحيث إنه يحافظ على الحاجات اللي بتتكون دلوقتي وبتتعمل دلوقتي لقدام للمستقبل بتاعنا. طبعا شباب دلوقتي هو القائد بعد كده، فلازم يبقى فيه تنمية وعي الآن، بحيث ان احنا نوصل في المستقبل بعد كده لأهدافنا ونحقق الهدف، تحقيق الأهداف. تمام. طب امتى بدأتيها؟ امتى بدأت المبادرة؟ لا، هي بقى لها فترة كبيرة الحقيقة انا شغالة فيها. يعني فعليا انا بقالي حوالي قولي 7 أو 8 سنين في القيم والسلوك والدراسات، وعملت حاجات كتيرة. لكن الحقيقة في رمضان، انا اخدت رمضان كنت كل يوم بعمل حلقة وانزل في مكان، وطبعا نزلت في جمعيات. يعني عارف، عايزة اقول لك ان عمل متواصل طول الوقت، بحيث ان انا اوصل، انا عايزة اوصل ان انا اوصل صوتي لكل الناس، يوصل لكل الناس، بحيث ان احنا نقوم بالمبادره كلنا، قيم وسلوكيات واخلاقيات في حب مصر. طبعا عايزين نعرف الناس، يعني
من اهداف المبادره طبعا الوقت. طبعا اول هدف، يعني اول هدف استغلال الوقت. انت دلوقتي انا عايزه مجتمع منتج مش مستهلك، عايزه مجتمع متوكل مش متواكل، عايزه اول حاجه الاستغلال امثل الوقت، نستغل الوقت ازاي بطريقه مناسبه انت عارفه عشان نقدر ننتج ويبقى عندنا يعني فيما بعد نحقق كل اهدافنا عن طريق الوقت والاراده. استني، هو انا عامله في الاول في فعلا انا كنت عامله فيديو او محاضره عن الوقت، نشوف الاستغلال الامثل للوقت. طبعا وقت كورونا الوقت كله في ركود، حاله من ما فيش ناس كتير بتشتغل، فلا عملت اثار سيئه وخلفت اثار سيئه. الاستغلال الامثل للوقت هتشوفي بقى كده يمكن. طب نطلع مع بعض نشوف الفيديو بتاع استاذه ريهام. نغتنم 5 قبل 5. طبعا احنا شفنا كورونا في ثانيه الانسان بيموت، ممكن نموت في لحظة. طب بنموت على ايه؟ على حاجة حلوة بنعملها ولا على حاجة مش حلوة؟ ولا على فراغ كده وقاعدين ما بنعملش حاجة؟ لا، لازم كل انسان يدور على الحاجة الصح اللي هو يعملها، يعمل الحاجة الصح وبطريقة صح. نغتنم حياتنا قبل ما نموت في لحظة، ما احنا شايفين كورونا هو الناس بتقع في ثانية. نغتنم صحتنا قبل مرضنا، ممكن الانسان يبقى يوم في صحة، الحياة مش ثابتة، مرة صحة ومرة عيا. نغتنم صحتنا قبل ما نعيا، فراغنا قبل شغلنا، نغتنم وقت الفراغ. في انسان بيستخدم فراغه في موسيقى، يسمع موسيقى، يسبح، يعمل يوجا، يلعب رياضه، في حاجات كتير قوي ممكن نعملها في وقت الفراغ اللي احنا بنحبها وتدينا الطاقه تاني الايجابيه. كل واحد بيحب حاجه يعملها وتكون حاجه صح. وشبابنا قبل ما نعجز، لان الانسان في شبابه عنده طاقه. وانا بقول يعني معلش بقول انه الانسان روح، الروح دي ممكن تكون روح شابة لآخر دقيقة. العجز بيبقى عجز الروح، الإنسان مش عايز يقوم يعمل حاجة ويفضل راكد ونايم، لا، طول ما احنا فينا نفس نقدر نعمل حاجة، ونعمل حاجة لمصر وحاجة في حب مصر. ودي مبادرة يا جماعة في حب مصر، إن احنا ما نسيبش ثانية من عمرنا إلا ما نعمل بيها حاجة مفيدة. ونغتنم غنانا قبل فقرنا، اللي ممكن الإنسان يبقى في لحظة غني وفي لحظة يبقى فقير، أو ممكن يبقى فقير يشتغل على نفسه ويبقى غني، صح؟ إن شاء الله، ما فيش حد هيبقى فقير إن شاء الله. ينبغي على الشباب إنه ما يضيعش دقيقة من عمره ويغتنم. ويا رب مبادرة في حب مصر، إزاي نوصل من القيم والسلوك لتعديل سلوكنا والأخلاقنا للتفوق والامتياز. يا رب مبادرة في حب مصر كلنا يبقى عندنا المبادرة دي. زي ما شفنا في الفيديو أستاذة ريهام ورتنا هدف من اهداف المبادره بتاعتها، مبادره حب مصر. هي كمان خدي بالك يا استاذه رانيا انه احنا عم بحاول في المبادره دي ان احنا ناخد من كل الثقافات اللي حوالينا ما يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا او قيمنا. طبعا. ولو في سلوكنا بعض العادات اللي هي لازم تتغير نصلح منها، لازم تتصلح، زي الصحيان بدري والنوم بدري من اهم الحاجات. طبعا. صحيان بدري، استغلال امثل الوقت، وازاي يبقى في اولويات، وازاي نستغل ايه الاهم، نستغل الوقت ازاي بالصحيان بدري، نستغله باولوياتنا الأول. الاولويات، ما انت بتعملي خريطه كده للاهداف والاولويات، وبعد كده بيبقى في منتج، ازاي نبقى منتجين مش مستهلكين، ازاي نستغل الثقافات اللي حوالينا بما لا يتماشى معانا ومع قيمنا، وفي نفس الوقت ما يبقاش ايه خارج عن القيم بتاعتنا، ما يبقاش خارج عن القيم بالزبط. بتاعتنا، لان احنا عايزين نبني، عايزين كلنا نبني. نبقى في تضافر في الجهود ونبني ان شاء الله. تمام. طب عايزين نعرف من حضرتك ونعرف المشاهدين ايه الاثار الضاره الناتجه من استخدام المحمول. لا، الاثار الضاره للنت، والنت طبعا هي كورونا. كورونا قعدنا في البيت وركود وما كانش في حد بيشتغل كتير، وكان الناس بتقعد، الاطفال كانت بتقعد كتير قدام النت. خلينا نطلع ونشوف الفيديو، كنت بتكلم عامله فيديو برضو عن اثار الضرر للاستخدام السيء للنت. طب يلا نطلع نشوف الفيديو. تعالوا نشوف، لما قعدنا في فتره كورونا كان الاطفال والشباب قعدوا فتره كبيره في البيت، وده ترك فراغ وترك سيطره النت والثقافات الاخرى على عقولهم، وخلق نوع من انواع الاستهتار واللامبالاه بالدراسه والاهتمام بالالعاب. فطبعا بدات تسحب الوقت، سرق الوقت. عشان نستخدم النت استخدام هادف، طبعا النت ليه سلاح ذو حدين، يا اما استخدمه صح وبطريقه صح وفي الوقت الصح وبعرف وقتي، يا اما استخدمه بطريقه غلط تضيع لي وقتي وتبقى الدنيا بايظه بالنسبه لي. يجب علينا ان احنا ما نعرضش الاطفال الصغيرين، طبعا تاثير النت ضار جدا وخطير جدا على الاطفال الصغيرين، 4 سنين 3 سنين، اللي هم لسه ما عندهمش نضج ومش راشد ومش بالغ. حتى بعض البالغين بيبقى فيه تأثير ضار عليهم. لكن أنا وجدت فعلا في دراسة، أنا يعني أنا بقيت ألاحظ طول الوقت الأطفال في سن صغير، وكل ما صغر السن كل ما كان تأثيره بالغ، النت
الاثار السلبيه ليها، سواء اشعه النت او العينين، ضرر للعينين، وهقول لكم دلوقتي الاضرار كلها. واحد، بتعمل عدم تركيز، بعد كده بتعمل عنف لانك ما مش مركز، هو مركز في حاجه واحده وخدته عن العالم، بعدته عن العالم، فتيجي تشد منه الموبايل يبقى فيه عنف، بتضيع له وقته وبتهدره، مش حاسس بقيمه الوقت. بتعمل ادمان، في بعض المراحل يدمن النت، مش عايز يقوم من غيره، ينعزل، ينطوي بساعات كبيره، بعد كده بيحسش بالاسره، بيفقد الترابط الاسري، بعد كده زياده التنمر خارج البيت وجوه البيت، السكوت الغير مبرر للطفل، ما هوش عارف مامته، مش عارفه هو ساكت ليه، وهو قاعد بيفكر في حاجات، وبيخش فيه ثقافات اخرى هتسيطر عليه، واخدين بالكم؟ وطبعا هتيجي انت تحمي من ناحيه الاطفال الاخرى بتستخدم نفس الاستخدام، فعايزين كلنا نعمل مبادره نسحب من الولاد للموبايل عشان ما ياثرش اصحابه عليه. وانا مش عايزه اقول لكم اني عملت بالفعل يوم كامل لابني، يوم كامل كده اهوت، استغليت الوقت صح وسبت له الموبايل شويه صغيرين بس تحت اشرافي، كان فعلا يوم جميل جدا. لكن مع وجود الاطفال واستخدام النت برضو بيطغى استخدام النت، احنا عايزين نستخدم النت بس استخدام الهادف، مش هيستخدموا الاستخدام الهادف غير الراشد والبالغ اللي عارف قيمه الوقت، اللي عارف قيمه الوقت. ونسحب من الاطفال الموبايل يا دوب يقعد عليه نص ساعه او تلت ساعه في اليوم، وبرضو لازم يتشال في الوقت المناسب عشان ما نوصلش في الاخر للتنمر ونوصل للاثار الضاره قوي دي. طبعا الفيديو موضح كل الاثار الضاره للاستخدام المحمول، وان الولاد طول النهار قاعدين وسايبين مذاكرتهم. طبعا طبعا يعني ممكن نعرف وسلاح ذو حدين، النت سلاح ذو حدين. الحد الاولاني ان احنا نستغله صح وبالوقت الصح وباوقات محدده، والسن ايه؟ السن البالغ او السن الراشد. اما الاقل من كده السن الصغير ده بيبقى صعب، ما بيعرفش يسيطر على الوقت، وبيبقى زي ما قلنا كده في الفيديو انه كذا حاجه بيتشد، بعد كده بيبقى فيه عنف واثاره ضاره سيئه جدا. ده بالنسبه للاطفال اللي مثلا لحد 10 11 سنه بالظبط. بعد كده كل ما يكبر السن بيبقى انضج اكتر، كل ما قدر ان هو يحقق توازن بين وقته والحاجه اللي بيعملها دي حاجه كويسه، لكن لو ما قدرش لا، بيخش بعد كده في حالات مرضيه، وبنشوف بعد كده ادمان، وبنشوف حاجات كتير تانية بسبب الاستخدام المحمول والنت طبعا بالزبط. يعني يبقى لازم نستخدمه استخدام صحيح وهادف وفي سن معين، وفي سن معين مش للاطفال. طب انا سمعت ان حضرتك بتكتبي مقالات وشاعر في حب مصر، ممكن نسمع مع بعض؟ طيب هي يعني الحقيقه انا فاجئتك، بس انا سمعت ده يعني بعض المقالات بكتبها، ودايما اللي بمناسبه بقى هنقول 30/6 ممكن اقول مقاله في حب مصر. مقاله النهارده هكتب شعر، في مقالات، ودي شعر في حب مصر، هي انا كتاباتي، انا او كتاباتي وطني. احبك وطني، احبك وطني، فاتنسم هواءك واحتمي فيك واحميك من اعدائك. رئيسنا عقل حكيم وقوة وقدوة وأخلاق ودين، وشعبنا شعب مكافح كريم، فلا تحيا الشعوب إلا بعقل حكيم وقوة وقدوة وأخلاق ودين وعمل بل كفاح مستديم لإعلاء مصر الأولى بين العالمين. مصر سلام وحب للعالمين، وتماسك جامع وكنيسة، وأمن وعدل، ونسر في حب مصر، ونسر في الله. قلب مصر، ومصر في قلب العرب أجمعين. تحيا مصر أمنا أم الدنيا، وحفظها رب العالمين. حلو جدا يا استاذة ريهام، يعني حضرتك اللي كاتباه بنفسك، فده رائع. هي بتصور لي دي تفاعل كله برضه. احساس كمان يعني حب مصر في دمك، هو تفاعل. انت بتتكلمي عن احنا اللي مميزنا عن شعوب الدنيا، التماسك بتاعنا احنا طبعا. انا كاتبه فيها تماسك الجامع والكنيسه والامن، الشرطه والقضاء، الامن والشرطه والجيش والقائد وخلفه كله، الشعب كله. فدي كانت بالنسبه لي التفاعل ده، انا ما بكتب متفاعله في حاجه. لا ما انت متفاعله، ويعني واحساسك بالشعر وبالكتابه عالي قوي. هو احساس بالوطن نفسه، عايزين احساسك بالوطن، عايزه اعمل حاجه ولو كل واحد في مكانه. احنا كلنا نقدر نكون جنود في مكاننا، نحمي وطننا، كل واحد في مكانه. اللي بيعمل حاجه يعلمها لغيره، اللي بيعمل حاجه سواء كان مدرس، سواء كان محاضر، سواء كان دكتور، سواء كان جندي، بيعمل حاجه صح لوطنه، وبيبقى هادف، حاجه هادفه، تكون حاجه صح بس تكون بطريقه صح. انا دايما بقول لما نيجي نعمل الحاجه الصح نعملها صح وبطريقه صح. تمام. بس طيب تنصحي الشباب بايه عشان يوصلوا لاهدافهم؟
حاجه كتيره قوي. اول حاجه نغير نظامنا والسيستم بتاعنا، صحيان بدري، النوم بدري، استغلال الوقت. استغلال الوقت دي نمره واحد. إيه بعد كده؟ في يشتغل على نفسه، يشتغل على نفسه، في كورسات، في ما يوقفش. يعني كورونا الناس وقفت، لا يطلع الانتاج من قل في كورونا، كله قاعد مسك الموبايلات وبس. بالظبط كده، احنا المنتج غير المستهلك، غير اللي قاعد بيضيع كل الوقت على الفاضي. لا احنا لازم واحد استغلال الوقت، رياضه، عندنا وقت الفراغ بنستخدمه، حتى وقت الفراغ بنعمل فيه رياضه، بنشتغل على نفسنا، كورسات، تدريب، بنكلم دور النشر، نبدا نقرا حتى واحنا قاعدين، ممكن نجيب الكتب ونقرا ونرجع حته القرايه دي كمان. لا بنعمل حاجات كتيره جدا ودراسه، وما نبطلش حتى لو احنا حصل يوم الايام قام لاخر دقيقه بنزرع، لو لاخر دقيقه او يوم الايام هنموت، هيحصل ايه؟ هنموت، هيحصل ايه؟ لازم نعمل حاجه. طيب انا اترك بس، اترك بصمه، اترك اثر في حب مصر ومبادرة. الله عليك يا استاذه ريهام. طيب بشكرك جدا جدا جدا. نطلع فاصل ونرجع لكم.